Today we are going to serve fresh mango jam as well as frozen mango jam. اليوم سنقوم بتقديم مربى المانجو الطازجة وكذلك مربى المانجو المثلجة. How to prepare fresh mango jam؟ كيف نحضر مربى المانجو الطازجة؟ In a large non-stick skillet put 2 cups of finely chopped fresh mango or 2 big mangoes. في مقلاة كبيرة غير لاصقة نضع كوبين من المانجو الطازجة المفرومة فرما ناعما أو حبتين كبيرتين من المانجو. Here I have used fully ripe and very sweet mangoes. لقد استخدمت هنا المانجو الناضجة تماما وهي حلوة جدا. To add natural pectin add thin slices of half of a small apple. لإضافة البكتين الطبيعي نضيف شرائح رقيقة لنصف تفاحة صغيرة. To enhance the flavor, add 1/4 cup of finely chopped fresh pineapple and 2 tablespoons of finely chopped celery. لتعزيز نكهة مربى المانجو، نضيف 1/4 كوب من الأناناس الطازج المفروم فرماً ناعماً وملعقتين كبيرتين من الكرافس المفروم ناعماً. Then, zest a large lemon. ثم نبرش ليمونة كبيرة. Mix together and stir well over high heat. نخلط هذه المكونات ونقلبها جيدا على نار عالية. Add 1 tablespoon of lemon juice. نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون. Here I have added just 2 tablespoons of unbleached organic sugar. لقد أضفت هنا ملعقتين كبيرتين فقط من السكر العضوي الغير مبيض. Mix together. Stir until the sugar dissolves and bring the mixture to rolling boil. نخلط السكر ونقلب جيدا حتى يذوب السكر ثم نتركه حتى يغلي. Reduce heat to medium and stir frequently until the jam has set. نخفف الحرارة إلى الوسط مع التحريك بين الحين والآخر حتى يتماسك المربى. You need to stir constantly so that the jam does not stick and burn at the bottom of the pan. تحتاج إلى التقليب كثيرا حتى لا يلتصق ويحترق المربى في قاع المقلاة. This recipe takes about 20 minutes. تستغرق هذه الوصفة حوالي ثلث ساعة. Ready to serve after it cooled down. جاهزة للتقديم بعد تبريدها. We can save the rest after serving it in a cold sterilized jar. كما نستطيع أن نحفظ ما تبقى بعد تقديمها في مرطبان معقم بارد. Kindly take a look at our episode How to Can Jam. لطفاً شاهد حلقة تعليب المربى. Also we can brush the jam surface with a melted butter. ونستطيع أيضاً دهن وجه المربى بالزبدة المذابة. Frozen mango jam, مربى المانجو المثلجة. We have a mix of mangoes, some of them underripe and some very ripe, to get a wonderful jam texture. لدينا مزيج من المانجو، بعضها غير ناضج تماما والبعض الآخر ناضج جدا، للحصول على مربى رائع القوام. Put the frozen mango cubes in an electric blender, then add the rest of the ingredients except sugar, and blend together until the mixture becomes like a smoothie. نضع مكعبات المانجو المثلجة في الخلاط الكهربائي، ثم نضيف لها باقي المكونات عدا السكر، ونخفقها معا حتى يصبح الخليط متجانسا وناعما. حيرت قلبي معك وانا بداري واخبي قول اعملي وياك ولا اعملي ويا قلبي. لا تنسوا الاشتراك، الإعجاب، المشاركة، التعليقات.
Do the same previous important steps during cooking. نقوم بنفس الخطوات السابقة واللازمة خلال عمليات الطبخ. Let's first taste the sweetness of the mixture. دعونا نتذوق أولا حلاوة المزيج. No, it's not sweet at all. كلا ليس حلوا على الإطلاق. Add 4 tablespoons of unbleached organic sugar, about 1/4 cup. نضيف 4 ملاعق كبيرة من السكر العضوي الغير مبيض. This recipe takes about 10 minutes. تستغرق هذه الوصفة حوالي 10 دقائق. This recipe is faster. It took half the time of the first recipe. That's right, giraffe. Notice how the jam texture has become like a jelly. لاحظ كيف أصبح قوام المربى كالهلام. لماذا كالهلام؟ هذا لأن الفاكهة الغير ناضجة تماماً تحتوي على بكتين وحموضة أعلى. وإن ظهرت لبيبة فاسألوها، فلب القول ما قالت زرافتنا اللبيبة. حيرتني.